السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. بنصور النهاردة من صنف الهايدي. ما شاء الله الهايدي من الأصناف اللي ثابتة وجودها، ولكن طبعا احنا ما بنعودش على التزهير اللي احنا شايفينه ده. الهايدي بيظهر بطريقة ما شاء الله ممتازة جدا، ولكن بيحتاج لبعض المعاملات الخاصة علشان يحصل فيه عقد كويس وناخد منه انتاج كويس. احنا شايفين ان هو النهاردة في مرحلة فرز وتصفية، رغم ان اللي فيه ده عدد كتير من العقد، ولكن لسه هيصفي كتير. الهايدي من الحاجات اللي هي بتحتاج معاملات خاصة علشان نوصل لانتاج كويس فيه. المهم جدا ان احنا بنهتم بالتفريعات الجانبية في الهايدي، ما بنهتمش بس بالشماريخ القمية، لان طبعا الشماريخ القمية في الهايدي بيبقى يعني نسب الازهار المذكرة عليها اعلى من المؤنثة، وبالتالي ما بيبقاش فيها عقد بشكل كويس. لكن الازهار الجانبية هي دي اللي بيبقى فيها شغل كويس. الحاجة التانية برضو اللي انا عايز نتكلم فيها ان الهايدي يعني يعتبر شبه متأخر في العقد والتزهير. برضو الناس اللي عندها هايدي ما تقلقش، لسه بالنسبة لها بدري. حتى لو كان عندك تزهير متأخر وعقد لسه ما فيش عقد واضح عند حضرتك في الشجر، فده ما فيهوش مشكلة إن شاء الله. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.